دكتور غدا، بعيدا بقى عن الجلسة، كلمينا وحضرتك هناك من مدينة شرم الشيخ عن الأجواء وعن الانطباعات ورد فعل كمان ضيوف مصر الكرام والوفود الأجنبية. كلمينا عن الكواليس بشكل عام. الحقيقة منتدى شباب العالم السنة دي هو كان أخذ موضوعات كتيرة جدا هامة، وكان المميز فيه أنه تطرق لموضوعات كتيرة جدا بتهم كل دول العالم، وكمان المشاركة من المتحدثين شمل هذا العام متحدثين من كافة المنظمات الدولية، وده كان اتشهد هذا العام بشكل كبير جدا عن باقي الأعوام السابقة، فده يعتبر نجاح كبير للمنتدى. مناقشة موضوعات هامة جدا بتمس كل واحد في العالم، زي الجوع، زي الفقر، زي التغير المناخي، موضوعات كتيرة جدا، وأهمها يمكن كمان مبادرات المجتمعية والحماية الاجتماعية. المنتدى نفسه من جوه بيشمل معروضات كتيرة جدا، حرف يدوية، مساهمة للمشروعات، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسويق لمصر. احنا عندنا متحف حياة كريمة كمان بجانب الجلسات والورش. طبعا موجود ضمن موجود في المنتدى، وكمان وجود بعض الحرف الاخرى، وحياة كريمة بالاخص البوث الخاص بيها بيكون عليه اقبال كبير، لان كتير قوي من الحضور بعد ما سمعوا الجلسات الخاصة بحياة كريمة وحضور الورش الخاصة بالمبادرات التنموية، وكمان المشروع نفسه كمشروع قومي، ده بيخلي في عدد كبير جدا من الحضور سواء المصريين او الاجانب بيبقوا عايزين يسمعوا اكتر عن الحياة كريمة، وخصوصا ان شكل البوث وشكل البيت بيخلي في فضول عند الكل ان هو يعرف ايه هي حياة كريمة وايه تفاصيلها جدا. صحيح. طيب، يمكن من اهم التحديات اللي واجهت المنظمين السنه دي في المنتدى طبعا ازمه كورونا، احنا هذه الدوره بتنعقد في ظروف استثنائيه، ازاي قدرنا ان احنا نتغلب على هذه الظروف بفضل التقنيات غير المسبوقه؟ احنا بنتكلم عن روبوت لتعقيم القاعات، روبوت لقياس درجات الحراره، بي سي ار كل 48 ساعه، دي جهود كبيره جدا، ازاي قدرنا ان احنا نطمن كمان الناس اللي موجوده والمشاركه؟ الحقيقة مرور سنتين للعالم كله في كورونا، فبالتالي ساعدنا إلى حد كبير الثقافة اللي موجودة عند الفئات المشاركة، ده ساعد بجزء كبير، لكن كانت التحديات موجودة عند المنظمين طبعا طول الوقت. التقنيات الحديثة والروبوتس سهل علينا جزء كبير جدا، الاسكاننج للاي دي بالدخول والخروج برضو سهل كتير جدا لانه قلل معدلات التلامس او معدلات الاحتكاك، فالتكنولوجيا هنا كانت السنة دي هي المتحدث عن مواجهة التحديات كلها اللي كانت موجودة. بالإضافة أن عدد كبير من الجلسات شمل متحدثين فيرشوال معانا نتيجة صعوبة وصولهم هنا نتيجة لكورونا أو نتيجة لظروف سفر، فكان التدخل الفيرشوال في أغلب الجلسات كان قوي ومؤثر، وكان تجربة إيجابية جدا ساعدنا بها. وجود الروبوت كان دليل على ان مصر رائده في مواجهه التحديات في كل حاجه، وان هي هتخوض التجربه بشكل كامل، وان مش بس الاعتماد على الافكار العاديه والتقليديه في حل الازمات او غيره، ولكن الابتكار والتكنولوجيا هتبقى هي المتحدث الرئيسي ان شاء الله في كافه المؤتمرات القادمه يعني.